بسم الله الرحمن الرحيم، متباركين بمولد الإمام المهدي عليه السلام. في نصف شعبان من كل سنة يفرح الأهالي بالقرقاعون وبالاحتفال في المأتم، وكذلك بالطبق المهدوي اللي نشأ عليه أهل قرية النويرات وتميزوا فيه من وعينا. وإحنا نستذكر اللحظات الجميلة اللي كنا نقضيها في الطبق ونمر على المضايف اللي تقدم المأكولات اللي فيها البركة، كما كان هناك مسرح ومسابقات وفعاليات متنوعة. ونترك الحديث إلى شخصيات من القرية بذلت جهود كبيرة في إقامة طبق أهل البيت، وهم الإخوان عقيل علي مطر ورضا حسن زيد وأحمد علي رضي إسماعيل. إذا ما خابتني الذاكرة في عام 2000 انتشرت مضائف على نطاق واسع. كانت المضائف الرئيسية هي مضيف أهل الكساء يرأسه الأخ رضا زيد، مضيف فارس عودة كان بهالاسم يرأسه الأخ عبد الخالق، أيضا مضيف النور يرأسه الأخ عادل عاشور، وهم مضيف اللي يرأسه عبد الجليل قنبر والأخ جواد كاظم. تقريبا يعني هاي كانت المضائف الرئيسية، كانت العوائل هي تطبخ إلينا الوجبات، احنا نوزعها كلجنة على المضائف والمبالغ نوزعها على المضائف، فهم المضائف كانوا يجتهدون في إعداد الوجبات ويجتهدون في إعداد زينة كل مضيف. كانت موجودة بكل فترة، ما كان مضيف بيت أبو غنوم الله يرحمه حج مكي أبو غنوم، وكان له مضيف الحجة بكل فترة، وما كانوا معنيين بالأطباق. السالفة اللي صارت ابتدت من النص من شعبان، كان الاحتفال في مأتم حج علي بن كاظم أبنهم، كانوا في مجموعة بعد الاحتفال يقومون يوزعون أكل عند بيت صالح عند الماتم على الباب برا. فبعدين شوي اتطورت، اشتغل في السالفة اللي هو عبد النبي قنبر وعباس خاتم وعقيل أخوك أستاذ محمد عبد الله، بالإضافة إلى المرحوم الحاج حبيب عبد الله. وتشكلت اللجنة 7 سنوات 8 سنوات، بعدين تبدلت اللجنة هذه وصار عبد الشهيد علوية فيها وعلي قنبر ومجموعة يعني من جماعة الكوادر الطيبة. بالنسبة إلى سؤالك عن المرحومين، فعلا نحن نحتاج أن نذكرهم في هاي المناسبات، لهم حق علينا. أبتدي بالحاج حبيب عبد الله. كان حاج حبيب عبد الله له دور بارز تقريبا في أكثر اللجان، مو فقط في لجنة طبق أهل البيت، ولكن لجنة طبق أهل البيت كان العمود الفقري بالنسبة إلى جمع المبالغ. فتعرف اللجنة تحتاج إلى يعني المبالغ، وكان الحاج حبيب عبد الله له الدور الأكبر في تحصيل المبالغ الله يرحمه. أيضا الأخ الشاب جواد أبو غنوم الله يرحمه، شاب فقدناه وكان له دور كبير في تزيين القرية، كان في لجنة التزيين وكان ما شاء الله يعني يجتهد في لجنة التزيين الله يرحمه إن شاء الله. وأيضا المرحوم الشاب يوسف إسماعيل أيضا كان له دور كبير في طبق أهل البيت، وكان عنده مضيف مع الأخ جليل قنبر والأخ جواد كاظم. قلنا احنا الحاج حبيب عبد الله، وعندنا احنا من المساهمين يعني هاي الكبار في السن حاج يوسف من قنبر الله يرحمه. هذا كان يعني بشكل دوري كل مولد لازم يخصص له مبلغ، فيعني منه ومن نفسه اللي يسلم المبلغ كل مولد. والشخص الثاني بعد المرحوم اللي هو الحاج علي بن عيسى أبو نضال الله يرحمه، نفس الطريقة. زين، إلين فترة مرحلة ما قبل الوفاة يعني حاج علي بن عيسى الله يرحمه كان شهريا يخصص 10 دينار إلى المواليد، ونفس الشيء المرحوم بعد رضي حبيب الله يرحمه من المساهمين والداعمين إلى لجنة الطبق. و
والمرحوم يوسف أحمد يوسف بعد نفس الشيء من المساهمين إلى هي السالفة، وهو اللي كان يعتمدون عليه لجنة الطبق والطباخ إلى لجهم العقائق والأكلات إلى المضائف يسلمونها، كان يعني إليه باع كبير عائلتهم إنهم اللي يطبخون الأكلات ويسلمونها إلى اللجنة اللي هو على أيام عباس خاتم وعقيل والجماعة. بالنسبة إلى مميزات طبق في السابق اللي هو ابتدأ بالطبق المهدوي كان، وبعدين توسع إلى طبق الغدير أيضا وطبق الرسول الأعظم، فصار ثلاث مناسبات اللي ما نشوفه عادة في مناسبات في المأتم، كنا نشوفه حاضر في الشارع، وهذا الشيء كان مميز يعني. أيضا كان صاحبة الفعاليات الطبق بعض أيضا الفعاليات المرافقة إليه، مثل احتفال أو مهرجان للأطفال ومسابقات ثقافية كانوا يقيمون عليها الشباب السابق، شباب صدى المسجد، يعني كان في أنشطة ثقافية متعددة، وعدة جهات كانت تقوم بهي الأنشطة، ما كانت مقتصرة على جهة معينة، فهذا كان مميز، وكان حشود كبيرة يعني تحضر إلى الطبق بما أنه فعالية جديدة على القرية ما كانت موجودة في السابق. الحين المضايف يجي نص ساعة يحط الطاولة ويشتغل، لا أيام قبل كانوا يشتغلون بالشهر قبل أسبوعين، يجهزون واجهة المضيف الفترة يعني حتى تصقل المواهب، يعني اللي عنده مواهب في النجارة اللي عنده مواهب في الحدادة، يعني شباب ما شاء الله عليهم كانوا يبدعون، لأن هذه حتى الصغار يعني كان لها مجال انه يتعلم انه يشوف الجماعة شلون تشتغل شلون تنتج شلون هذا، وكان يعني كلش الاعمال اللي يقومون بها اعمال يعني ابداعية وجميلة، قبل يشتغل لا يشتغل الى نهاية الوقت ينظفون يرتبون، وشغل يعني كان ممتع يعني. أيضا من الأشياء اللي كانت مميزة في السنوات الأولى للطباق عن السنوات الأخيرة أن المشاركة كانت جدا واسعة، كل فئات المجتمع، عوائل الشارك تصنع إليها مضيف، جروب من شباب معين يعني ربع يشوفون سوي ما نشوف إلا مطلعين إليهم طاولة بمبادرة شخصية، حتى بدون تلقي دعم يعني من اللجنة نفسها ماديا، لأن اللجنة صعب إن هي تدعم كل المضيفات ماديا، الإمكانيات كانت محدودة، كانت لجنة التزيين تشتغل تزين القرية من مدخل القرية من دوار النويرات حتى بيت الحاج هلال الله يرحمه، وأيضا في الأطراف، فكانت القرية يعني والأناشيد والتزهو في جميع أنحاء القرية، كانت أجواء صاخبة من الأناشيد وغيرها، حتى يعني الأشخاص اللي من خارج القرية كانوا يعني أعدادهم جدا كبيرة، خصوصا أن قرية نويدرات كانت من القرى القلائل اللي كان فيها هذا الأسلوب، هذا الأسلوب الطبق يعني إحياء الطبق بهي الصورة، سواء اللي كان يحضر الاحتفال أو حتى اللي ما يحضر الاحتفال كان موجود في شارع النويدرات وحاضر. أما في السنوات الأخيرة أنا أشوف أن فقدنا كثير من الشباب، وفقدنا يعني كثير من الحضور، يعني حضور الشباب وحتى كبار السن يعني، فنحتاج إلى يعني مثلا تنويع على أساس أن شوي نكسر الروتين اللي صار عليه الطبق يعني منذ تقريبا 22 سنة. في اجتماع ويا الصندوق أو الجمعية أقول لهم يا جماعة استغلوا لجنة الطبق استفيدوا منها، لأن الشباب خصوصا الشباب اللي 15 سنة 16 سنة يبي يشتغل بحرية يبي يشتغل براية، فأنت تعطيه وتراقبه من بعيد، يعني من إنجازات لجنة الطبق إن الكوادر مالها صار ينظم إلى الباركات مال الزواجات
إلى مال تخرج إلى يعني كذا شغلة يحتاجون. سيدة لجنة الطبق موجودين وعندهم كوادر شابة وعندهم يعني عدد كبير يستفيدون منه، وهذا بحد ذاته إنجاز للقرية. يعني الصعوبات اللي تواجه حاليا الطبق اللي أنا أشوفها إن عزوف يعني الشباب عن هذا العمل، أو إنهم يصيدهم نوع الخجل إن يشتغل في هذا العمل. المشكلة اللي تواجهنا بعد إحنا كلجنة كنا إن يعني ما تشوف إلا فترة يطلع لك واحد اثنين ثلاثة يتهجمون على المضايف، على يقول لك إن أنتم قاعدين تصرفون وقاعدين تبدعون وقاعدين هذا. من المفترض إن الناقد يكون ينتقد الشغلة، يشوف الوقت المناسب، الطرح المناسب. يعني أنا بعض المواقف يعني شفتها ويا شاب يعني على تأخر في أكل، رجال دش عليه بقوة ومسكين خلاه يعني يكره العمل على يعني سندويشة بركة، يعني أخر عليه شوي، قال هذا يعطي ربعه ويعطي ناس وناس ويعطي ويعطي. هي من المساوئ اللي احنا كنا في الفترة الأخيرة نعاني منها. ف يعني أنا أنصح حتى اللجان اللي بتجي لازم تصبر، لازم تثابر في العمل علشان تقدر تنتج وتسوي إنجاز إن شاء الله. فإن شاء الله هذا العمل التطوعي يستمر يا أبو علي، وصير إن شاء الله إلى قريتنا واجهة إن شاء الله إعلامية قوية، وتتوضح المسائل إلى الناس والجماعة، وتعرف يعني هاي الشغلة. وكل عمل لازم فيه انتقاد وفيه أخذ وعطاء، وفيه هذا الشغلات هذه لازم، ما في عمل يخلى من المشاكل. بس أهم شيء الصبر والمثابرة والجدية في العمل والإخلاص. شنو الصعوبات اللي تواجهها لجنة الطبق في السنوات الأخيرة؟ أولا، الصعوبة في وجود أشخاص للترشح لإدارة الطبق، وهذا ما تعانيه القرية بشكل عام، إذ أن الفترة تطول ولا يكتمل النصاب بالشكل المطلوب. ثانيا، صعوبة إيصال رسالة الطبق، إذ أن كل طبق لديه رسالة، لكن هذه الرسالة لا تصل للأفراد بالشكل المطلوب، إذ أن الطبق يمر علينا مرور الكرام والرسالة لا تصل. عامل النظافة العامة، إذ أن بعد انتهاء كل طبق تتواجد المخلفات في الشارع ويستغرق جهد كبير لإزالتها، وقد لا تتمكن إدارة الطبق من إزالتها أصلا، فهذا العامل هناك صعوبة كبيرة فيه. صعوبة إيجاد المبالغ اللازمة لإقامة الطبق بأفضل صورة وبأقل التكاليف، وأيضا كون الطبق مستقل وليست لديه الإمكانية لكونه مستقل، فنجد الصعوبة في كثير من المعدات اللازمة للطبق. الإدارة الحالية للطبق هي إدارة شبابية بالكامل، فشنو الطموح اللي يسعى له الشباب؟ أول طموح تحقق منذ أن تشكلت الإدارة الجديدة، وهذا أعطى دافع للشباب لعدم الخوف والتردد، وأنهم قادرين على استلام زمام الأمور. ونطمح أيضا أن نكون حلقة وصل بين الشباب والمؤسسات، وإشراكهم في أعمال القرية، وتعويدهم على التعامل مع هذه المؤسسات من الداخل. نتمنى أن يختلط في الإدارات الأخرى الشباب، إذ أن أغلبها إدارات خالية من العنصر الفتي، وندور التواجد فيها، وفي بعض الأحيان منعدم أصلا. نريد أيضا أن نغرس العقيدة المحمدية في أهالي القرية من خلال استغلال تفاعلهم مع الطبق، إحياء مساجد بربورة بإقامة فعاليات أهل البيت عليهم السلام فيها. ونريد أيضا أن تشرك هذه اللجنة تحت المؤسسة الدينية في القرية، ويترشح شخص لإدارة هذه المنصب في هذه المؤسسة.
طبعا إذا نتكلم عن الفوائد في إحياء مناسبات أهل البيت، سواء كان طبق أو احتفال أو جلوة أو أي ذكر لأهل البيت، هو يعني فوائد كبيرة. رحم الله من أحيا أمرنا، يعني هذه عند الله سبحانه وتعالى إحنا نحيي ذكرى أهل البيت، هو بحد ذاته فائدة. الإحياء فقط هو بحد ذاته فائدة دنيوية وأخروية أيضا. أما بالنسبة إلى الفوائد على صعيد المجتمع، أتوقع أن الطبق خلق نوع من الترابط والتكافل، شفنا الاحترام المتبادل بين الناس، المحبة، العلاقات ازدادت. يعني يمكن احنا علاقاتنا تكون دائما بالمقربين إلينا فقط، لكن ليالي الإحياء، ليالي الطبق، نشوف العلاقات تكون متعددة. يعني تشوف ان كل واحد يحب الثاني ويبارك الى الثاني، فهذا يخلق نوع من المودة بين الناس. ايضا نشوف احنا من ضمن الفوائد الطبق ان احنا نعرف الجاليات الغير، مثلا الجاليات الاخرى من البنغالية، من الهنود، نعرفهم بصاحب هاي المناسبة، بصاحب هاي الذكرى. يعني فهي احد الفوائد، متعددة فوائد الطبق. فوائد إحياء أهل البيت أيضا متعددة، يعني فما يسع المقام أن احنا نذكرها كامل، ولكن أكبر فائدة هي أنا بالنسبة إلي هي الترابط بين أفراد القرية والمجتمع، وحتى خارج القرية نلاحظ حضور كان مميز وتعارف. فهي من ضمن فوائد ومن ضمن بركات أهل البيت علينا إن شاء الله. نسأل الله العلي القدير شفاعة أهل البيت ونيل إن شاء الله رضاهم يا الله. يعني في بعض الأشخاص ما تروح الماتم، ما تروح المسجد، لما يجي يشتغل في المضيف مرة مرتين يكون انخرط بشكل تدريجي بدون لا يحس ويا الشباب اللي يشتغلون في المضيف. فأنت هني خليت الشاب بدون ما يشعر إنه يسوي شغلات إيجابية في المجتمع ولصالحه بدون لا يشعر، عكس انت مثلا حجبت عن هاي الشغلة او هذا المتنفس يعني اللي هو قاعد يستمتع فيه، يا انه بيروح قهوة يا انه بيطلع ويا صبيان من محل لمحل. فانت ليش ما تمهد الارضية للشباب انهم يتواجدون في هالاماكن بحيث ان انت بالذي هي احسن تيسر له يعني هذه الفكرة اللي انا قاعد امشي عليها واتبعها ومرتاح لها. بالنسبة للشغف اللي أنا يعني مواصل يعني الدور الكبير إلى حج يوسف من قنبرة الله يرحمه أبو حسين وحج علي بن عيسى ورضي حبيب الله يرحمه وأستاذ علي درباس من الحيين، دولين دائما يحفوني أن أكون متواجد في هالشغلة، وإذا ما أكون متواجد يعتبون علي. فأنا من هالمنطلق أستحي إن أنا ما أروح، أو ساعات يعني حتى لو تعبان ما أروح المضيف أو هذا، كانوا يمرون يشيكون هذا يعني حج يوسف الله يرحمه إلى قبل وفاته كان يعني ومريض وعلى كرسي، كان يطرش حسن أو محمد ولده البيزات ودوها إلى رضا إلى المضيف زين يشتغل فيها هنا. فيعني دولين خلوا أثر كبير فيي إن أنا أقدر إن أواصل في الموضوع ببركاتهم. يعني من المواقف اللي صادتني ويا رضي الله يرحمه، مرة من المرات قلنا ما إحنا مسوين، الميزانية كانت ما تسمح زين، وبالفعل يعني اجتمعنا ويا الصبيان فما سوينا يعني المضيف. فواجد واجد لامني وأثر في هاي الشغلة واجد. فأنا من النوع اللي يعني على قولتنا ما أحب يعني نفس في أشخاص يروح للناس تبرع تبرع فلان هذا، لا أنا أقول الجود بالموجود.
فهذول الأشخاص يعني إلى حد هذه اللحظة هم اللي مخليني أتمسك بهذه الشغلة وأواصل، وهذا يمكن أقول يعني شيء بسيط أقدمه إليهم بعد مماتهم. وإن شاء الله تكون اللجنة الجديدة تسوي بصمة أوضح وأنصع إن شاء الله، وأتمنى لهم التطور إن شاء الله.